السلام عليكم فتح حسن، ان شاء الله غنحاول نكمل معكم التمرين اللي كنت بادي فيه في ذاك الفيديو السابق. في الفيديو السابق تصنتو كنا وصلنا للسؤال الرابع، سؤال جوج الي جوج الي. دابا انا غنقول لك تصنتو كنا وصلنا للسؤال جوج الي. ها جوج الف اش كيقول لك؟ كيقول لك انجز جدولي زد على 3 زد مزود في قانون تركيب داخلي اللي هو الضرب و زد على 6 زد مزود في قانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. سؤال جوج باء. دابا باء قال لك استنتج بنية كل من زد على 3 زد مزود بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب و زد على 6 زد مزود بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب. نحاول نعطيو هذا الجدول. هذا غنكشفو. لدينا زد على 3 زد، شنو هو العدد العناصر الرئيسية؟ هما 0 بار 1 بار 2 بار. تاقي غنحاول ندير واحد الجدول غنديرو فيه من الضرب بحق، يعني غادي كضرب بحق. هنا زيرو بار، هنا الواحد بار، هنا جوج بار، هنا زيرو بار، واحد بار، جوج بار. دابا زيرو في زيرو، زيرو، زيرو في واحد بار، زيرو بار، زيرو بار، زيرو بار في جوج بار، زيرو بار، واحد بار في زيرو بار. زيرو بار، واحد بار في واحد بار، واحد بار، واحد بار في جوج بار، جوج بار، جوج في زيرو بار، هي زيرو بار، جوج بار في واحد بار، هي جوج بار، دابا جوج بار في جوج بار، هي ربعة بار، مكيناش هنا، هي ربعة غتنقص منها ثلاثة، غتعطيك واحد بار، شافك، غنمرو جدول زيد على ستة زيد مزود بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب، غنديرو لدينا زيد. على 6 زد كتساوي هي 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. غندير جدول، غندير هنا الضرب حق 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. غنحط لنا كذلك 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار ربعة بار، وفي الأخر نحط خمسة بار. سانتو زيرو في زيرو، زيرو بار، زيرو في واحد بار، زيرو بار، يعني اللي كاملة تطق زيرو بار، وهادي كاملة تيغتطق زيرو بار، لحقاش واحد بار في زيرو بار، جوج بار في زيرو بار، ثلاثة بار في زيرو بار، غندوزو لهاد، واحد بار في واحد بار، واحد بار، واحد بار في جوج بار، جوج بار، واحد بار في ثلاثة بار، ثلاثة بار، ربعة بار، خمسة بار، جوج بار في واحد بار. جوج بار، ثلاثة بار في واحد بار، ثلاثة بار، حطك هذي ربعة بار، وهذي تاهي خمسة بار، ركزو معايا دابا، جوج جوج بار شحال؟ ربعة بار، كاين هنا، هاهي ربعة بار، جوج بار في ثلاثة بار، هي ستة بار، كاينة شنا؟ ستة ناقص ستة، هي زيرو بار، جوج بار في ربعة بار شحال؟ هي تمنية بار، غتنقص من ستة شحال تجي؟ هي جوج بار، علاش؟ لحقاش تمنية بار مكيناش هنا، جوج بار في خمسة بار، هي عشرة بار، مكيناش هنا، عشرة بار غتنقص من ستة غتجيك ربعة بار، دابا ثلاثة في جوج، هي ستة كذلك، ستة بار مكيناش هنا، خاصك زيرو بار، ثلاثة في ثلاثة، هي تساوي بار، مكيناش هنا، مكيناش في المجموعة، غتنقص من ستة غتجيك جوج بار، بلاتي، غتجيك ثلاثة بار. لحقاش تعود ناقص ثلاثة،
3 بار في 4 بار هي 12 بار، ما كاينش هنا. يعني 12 غنقص من 6، 12 غنقص من 6 هي 6، باقا كون 6، 6 غنقص من 6 غتجيني 0 بار، يعني هي 0 بار. ولا غتشد 12 غتقسم على 6 وتاخذ الباقي، تاخذ باقي. علاش؟ لحقاش شنو هي ا بار؟ راه هي اكس، معناها يعني اكس شنو هي ا بار في المجموعه زد على ان زد، معناها ان اكس كتوافق ا بترديد ان بترديد هذه المجموعه هذه. شنو هي اكس كتوافق ا بترديد ان؟ شنو هي ا؟ ا هي باقي القسمه التقليدي للعدد اكس على ان. او اتصلتوا لي، حنا عندنا ا بار، شنو هي ا بار؟ معناها ان ا بار معناه ان ا كيوافق، معناه ان اخ يوافق لنا ا بترديد ان، متفقين؟ دابا ا بار شحال هنا؟ هي 12 كتوافقاش بترديد 6، توافق صفر، حقاش 12 هاي 6 هي ان، هاد ان هي 6، هاي 12 من جبتها، هاي 3 في 4 هي 12 بار، هي 12 بار هي هادي، متفقين؟ 3 في 4 5 هي 15، غنقسمها 6 إلى 6 وناخد الباقي. هاتيني الباقي هي هو 3، هانتوما 15 مقسوم على 6، هاتيني هنا جوج، 6 12، 15 ناقص 12 هو 3. دابا ندوزو لهادي، 4 جوج 8، 8 بار كبر من 6، 8 تنقص من 6، يعني شحال تجيب؟ غتجيب جوج بار، 4 3 12، 12 شوفو. 4 3 12، 12 هي 0 بار، 12 بار هي 0 بار. علاش؟ حقاش 12 هاي 12 توافق 0 في ترديد 6، حقاش 12 تقسمتها على 6 غيجيك الباقي هو 0. دابا 4 في 4 هي 16، 16 بار راه كبار من 6، يعني 16 غتقسم على 6، 16 غنقسمو على 6. غاتيني جوج، جوج في 6 12، 16 ناقص 12 هي 4، يعني 4 بار. دابا 4 بار في 5 بار هي 20، 20 خصنا نقسم على 6 تاني، غاتيني 3، 3 في 6 18. عشرين ناقص من 18 شحال؟ هي جوج، يعني هادي جوج بار. دابا خمسة جوج بار هي 10 بار، 10 بار غتنقص من 6، شحال غتجي؟ غتجيك هي 4 بار. هاي دابا خمسة 3 هي 15 بار، 15 بار غتقسمها عاوتاني كذلك على 6، 15 تقسمها على 6 شحال غتجي؟ جاتني جوج ونص، جوج ستة هي 12، 15 ناقص 12 هي 3، يعني هذه 3 بار، 5 في 4 بار هي 20 بار، 20 مقسومة على 6، جاتني قبيلة 20 مقسومة على 6، جاتني هي 3، 3 في 6 شحال؟ 18، 20 ناقص 18 هي جوج، يعني هادي جوج. نعاودو نتأكدو، 5 في 3 هي 15، هاي 15 مقسومة على 6، غادي تجيني هنا جوج، جوج في 6 شحال؟ هي 12، 15 ناقص 12 هي جوج، يعني باقي هنا هو جوج. نعاود، أنا عاود شوف، دابا عاود درت 5 بار 3 بار، هادي راهي جوج بار، عفوا سمحوا لي عافاكم، شوف أنا عاودت عليكم، سمحوا لي عافاكم، شوف كمل، شوف 5 بار 3 بار 15 تقسم على 6 غاتجيك جوج، 6 12،
15 ناقص 12 هي 3، يعني 3 فا تافقي. دابا نجيو 5 في 4 هي 20، 20 غتجيك من 3، 3 في 6 18 هي 2، يعني 2 فا. 5 في 5 25، غنقسم على 6 هي 4، 4 في 6 هي 24، ناقص 25 هي 25 ناقص 24 هي 1، يعني هنا 1 فا. حنا عمرنا جيتو، دابا ملي عمرنا جيتو غنجيو نجاوبو على الأسئلة. السؤال الموال استنتج بيني شكون من زيد على 3 زيد نزود القانون التركي الداخلي هو الضرب، وزيد على 6 زيد نزود القانون التركي الداخلي اللي هو الضرب. اشنو قلنا في ديك الحصة؟ قلنا في ديك الفيديو السابق جبت ليكم بلي زيد على ان زيد مزود القانون التركي الداخلي اللي هو الضرب. وهنا درت لكم واحد اطوال كيكون كتكون هادي زورة إلا كان إن أولي. قلت لك إلا كانت زيد على إن زيد إطوال مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب زورة، تكافئ أن إن خص يكون أولي، تكافئ أن إن خص يكون أولي. تاقي دابا شوية عليكم دابا. دابا في هاد الحالة الأولى كي عندنا ثلاثة عندنا أولي، برافو عليكم. عندنا ثلاثة عندنا أول، برافو عليكم تافقي برافو. وهنا واش كاين عندنا شي إطوال؟ مكايناش إطوال. ألوغ كتسنتج بلي هادي شناهي؟ ليست زمرة، ليست زمرة. علاش؟ لحقاش انت كتقول زمرة إلا كوش كانت زيد على ثلاثة زيد إطوال مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الضرب، كنقولو عليها زمرة. ولكن هذه راه ليست زمرة، حقاش إلا كانت زمرة قاعدة العام مش كتقول زيد على إن زيد مزود إطوال مزود بقانون التركيب الداخلي هو الضرب زمرة، تكافئ أن إن خاص يكون أولي. تافي دابا نمسح السبور. دابا نقول لدينا زيد على ثلاثة زيد مزود بقانون التركيب الداخلي هو الضرب ليست زمرة. علاش؟ علاش؟ شوف من خلال الجدول، من خلال الجدول علاش؟ أنا نشرح لكم، أنا نشرح لكم. الضرب كي داير في هاد المجموعة؟ تجميع الشرط الثاني كي داير في هاد المجموعة؟ الضرب كي داير في المجموعة زاد على إن زاد بصفة عامة؟ تجميع وتبادلي، صافي، صفين تجميع وتبادلي. أش غيبقى؟ غيبقى لك دابا العنصر المحايد والعنصر المماثل. دابا عندك الضرب، العنصر المحايد في الضرب هو واحد، ألوغ العنصر المحايد بما أنه عندنا زيد على إن زيد، يعني خدام بما أنه عندنا زيد على ثلاثة إن، يعني خدام في مجموعة أصناف تكيف، فإن العنصر المحايد هو واحد بار. متافقين؟ دابا عندكم العنصر المحايد هو واحد بار. متافقين؟ دابا العنصر المحايد اللي هو واحد بار، اللي هو واحد بار. متافقين؟ واش كاين تامل هاد الجي وكاين تامل كاين في الطابلو ولا لا؟ واحد با كاين، هاهو هنا هاهو هنا. متافقين؟ فهمتي كنقولو حنا، فهمتي كنقولو بلي القانون كيقبل العنصر المحايد إلا كان يوجد واحد أو كاين تامل زيد على زيد على ثلاثة زيد في هاد الحالة أو بار، بحيث وبطبيعة الحال لي كلي إكس كاين تامل زيد على ثلاثة زيد هادي إكس بار، لحقاش خدامين في أصناف التكيف. إلا كانت إكس بار أو بار كتساوي إكس بار، يعني أو بار غتعطيك إكس بار على إكس بار هي واحد بار. دابا غتشوف، دابا غتشوف شي حاجة غضربها في واحد بار غتبقى هي نفسها. هاي واحد في واحد بار هو واحد بار، تاقي جوج في واحد بار هو جوج بار، شي حاجة غضربها في شي حاجة تبقى نفسها. زيرو في واحد بار هي زيرو بار، يعني واحد عنصر محايد. تافقي دابا فاش غيبقى الإشكال؟ غيبقى الإشكال في العنصر المماثل، العنصر المماثل، العنصر المماثل
صوت لي عنصر مماثل، عنصر مماثل غنشوف في الطابع العنصر المماثل، كنقولوا لي في عنصر مماثل على لقيناه اكس بريم بار ابارتي ا زد على 3 زد تاقي كيلكو سوا بطبيعة الحال، واحد اكس ابارتيان ا زد على 3 زد معايا، بحيث اش عارك سمعنا غادي بشوية شوية بشوية بشوية، بحيث اكس فوا اكس بار بريم، عفوا هادي اكس فوا اكس بار فوا اكس بار بريم كتساوي او، يعني خصهم يعطيو العنصر المحايد او. غتشوف دابا شي عدد غدار في شي عدد يعطيك او، او هو العنصر المحايد بالنسبة للدار، يعني او هو واحد بار، يعطيك او بار، يعني او بار هي واحد بار. شوف معايا في الطاولة، واحد في واحد بار هي واحد بار، خير واحد بار واحد بار هي واحد بار، جوج بار جوج بار هي واحد بار، مهناش كتسنتش، مهناش كتسنتش من هادشي هادا، كتسنتش بلي هاد القانون عنده مماثل اللي هو مماثل واحد هو نفسه، ومماثل جوج هو نفسه. علاش؟ لحقاش واحد بار في واحد بار كيبقى هو واحد بار، وجوج بار في جوج بار كتبقى هي واحد بار. لكن اش عندك؟ عندك الزيرو، عندك مجموعة تاع الزيرو، دابا الزيرو غضربو في واحد العدد، ضربوه مثلا في جوج بار، غنعرفو الصفر واش عنده مماثل، صفر بار في جوج بار هي صفر بار، واش هاد الصفر بار هو العنصر المحايد؟ ديما خاص العدد، خاص كل عدد كضربو في المماثل تاعو خاص يعطيك العنصر المحايد تاقي. دابا الصفر بغينا نعرفو واش عنده مماثل في هاد الزيد على 3 زيد ولا لا. الو الزيرو ضربناه في جوج بار، هاي الزيرو في زيرو بار شحال هي زيرو بار، زيرو في واحد بار هي زيرو بار، زيرو في جوج بار هي زيرو بار، يعني واش كاين؟ يعني في الخانة ديال الزيرو بار واش كاين؟ واش كاين شي عنصر محايد اللي هو واحد في النتيجة بتاعته؟ مكاينش. الو واش كتسنتش؟ اش كتسنتش؟ كتسنتش بلي زيد على 3 زيد مزود القانون التركيبي الداخلي هو الضرب ليست زمرة. علاش؟ غتقول لأن صوت مزيان، غتقول لأنه صفر، صفر ليس له مماثل، لأن الصفر ليس له مماثل في زيد على 3 زيد. كتب عليكم هاي كتعليل، علاش ليست زمرة؟ لأن الصفر ليس له مماثل زيد على 3 زيد. دابا غندوزو لهاد المجموعة زيد على 6 زيد، عندك 6 ماشي حدا الأول، ألوغ بطبيعة الحال زيد على 6 زيد مزود القانون التركيبي الداخلي اللي هو الضرب ليست زمرة. تقدر دير بما أن 6 ليس أولي، فإن زيد على 6 زيد مزود القانون التركيبي الداخلي هو الضرب ليست زمرة. ولا تقدر دير الضرب، تقدر دير لدينا الضرب التبادلي في هذه المجموعة و جميعي في هذه المجموعة، و يقبل عنصر محايد اللي هو واحد بار شافت. ولكن واش عنده عنصر مماثل؟ حنا غنتيستيو دابا، غنتيستيو جميع العناصر. كيف كتشوف؟ اول حاجه خاص يكون هذا اول، وخاص يكون فوق اطوال النجم. كيف كتشوف راه كاين الزيرو، الزيرو ما عندوش ليس له مماثل في الزيد على 6 زيد، ها الزيرو في واحد بار هي زيرو بار، زيرو في واحد جي بار، خاص ديما تعطيك النتيجة، خاص يعطيك هذا، خاص يعطيك العنصر المحايد في النتيجة، شي عدد غضربو في المماثل تاعو ويعطيك في النتيجة العنصر المحايد اللي هو واحد بار. ركزوا معايا، دابا واحد بار غضربها زيرو بار، زيرو بار ها عطانا عنصر محايد واحد، واحد عطانا عنصر محايد في المجموعة، شافك. نشوفوا جوج بار واش عندها
هذا عنصر مو هذا هذا الشيء مو ماشي من الجبان، غنضربها شي عدد، الى عطاتني واحد بار تبارك الله عنده مماثل، ما عطاتنيش واحد بار ما عندهش مماثل. شوف ما يزيد جوج زيرو زيرو جوج واحد جوج، ما كاينش عندنا واحد بار. الوغ جبان ما عندهاش مماثل، ثلاثة بار ما عندهاش مماثل، أربعة بار ما عندهاش مماثل، والزيرو بار تا هو ما عندوش مماثل. الوغ اش كتنتج؟ الوغ كنتجو بلي زاد على ست زيد، فإن زاد على ست زيد ليست زمرة. تقدر تقول لأن زيرو و جوج و ثلاثة و أربعة ليس لهما مماثل. شي انفو كتلقى شي عنصر كاين هنا ما عندوش مماثل، الوغ ليس تسوى. علاش؟ حيتاش كيقول القاعدة تاع المماثل كتقول كتقول لكل اكس بار تنتمي إلى المجموعة اكس على زيد زيد عفوا على ستة زيد، خاص تلقى إن إكسيست واحد إكس بار بريم أبارتيان أ زيد على ستة زيد تلكو إكس إكس بريم إكس بار إكس بريم بار خاصها تساوي أو بار. يعني خاص تلقى يعني هادي الكل يعني الكل يعني جميع الأعداد خاص تلقى عندهم مماثل، يعني جميع الأعداد خاص تلقى عندهم مماثل. تعرفين هادي الكل يعني جميع الأعداد. دابا كيف كتشوف ملقيناش الأعداد ملقيناش عندهم مماثل، الو خاص نجيب معناه بانه كاين شي اعداد ما عندوش مماثلات، الو خاص نجيب لي هذه ماشي زمر. متفقين؟ متفقين. هذه سمحوا لي راه زيرو بار، وهذه زيرو بار جوج بار ثلاثه بار اربعه بار، حقاش خدمت مجموعات الاصناف التكافؤ زيد على ان زيد. متفقين. بهاد الحصه نكتفي معكم بهذا القدر هذا، الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نضيف لكم بعض التطبيقات اخرى ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.